نبغى نشكر يعني حماية المستهلك على الإنجاز العظيم. يقولون لاحظوا ارتفاع في الأسعار، الحمد لله. كيف إن بالله ما لاحظوا؟ قل لي، ها، إنجاز يعني مفروض والله تسجلون في 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 جنس يعني لسرعة الملاحظة، أسرع شيء أنتم. تخيل بالله إن ما لاحظوا، كان سلمة أسعار ما ارتفعت أكثر. والله. وعندك برضه بتحدث وزارة التجارة تقول يعني عدد الشكاوى قليل، ما حد اشتكى. الشكوى لله سبحانه، شكاوى قليل، ما حد اشتكى. الشكوى لله سبحانه، ما الشكوى لغير الله مذلة. ما نبغى نحرجكم يعني نشتكي وما بتسوي شيء يعني، فاحسن نسكت. ايه تقول عبر القنوات الرسمية، ليش نشتكي يعني؟ انتوا وش فائدتكم اذا احنا نشتكي؟ احنا المراقبين ولا انتم؟ ها؟ يقول لك قاطعوا، تقطعت الحبال الصوتيه نصيح يا جماعه الخير. وش نقاطع بالضبط؟ وش نخلي يعني؟ في اشياء كانوا ودنا نقاطعها بس انها هي يعني اخذت بادرت وقاطعتنا، يعني مثل السيارات والعقار والاشياء هذه، ما شيء ما يلحق. لكن يعني اكل مواد غذائيه، كيف تبغون نقاطع مواد غذائيه؟ وش افطر سندويش صواميل يعني ولا وش؟ ترى والله انا من زمان عندي ثقافه المقاطعه على فكره، يعني من زمان انا اكل سندويش بيض بدون جبن الحمد لله، والحين صار سندوتش بدون بيض وبدون جبن.